السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقة عمل السلطات بتاعه العيد او بتاعه العزومات، وتليق قوي مع جو الصيف، حاجة منعشة ولذيذة جدا، هتعجبكم خالص خالص. خليكم معايا وتابعوني عشان نعرف طريقة كاملة مع بعض. ولا اول مرة بتشوفوني، انا وام جودة، ما تنسوش تضغط على زر الاشتراك وتفعل جرس التنبيه عشان يوصلكم معايا كل الفيديوهات الجديدة قبل اي حد. ويلا بينا نبتدي ونشوف اول حاجة، وهي طريقة عمل السلطة البلدي. تغميسة حلوة قوي للمشاوي. هجيب بولة بحط فيها كوبايتين من الطماطم المبشورة، كوباية من البصل المفروم، بحط كمان كوباية من الفلفل الأحمر المفروم، نص كوباية من الفلفل الأخضر، وكوباية من البقدونس، وأقلب أقلب أقلب لغاية ما كله يتجانس مع بعضه، واللي تحت بقى يطلع فوق واللي فوق تحت. وبعد كده هعمل بقى الدريسنج. شوف الدريسنج اهم حاجة في السلطة، اللي هو الدريسنج. بجيب معلقتين من معجون الطماطم، بحط عليها ربع كوباية من زيت الزيتون. زيت الزيتون بيدي تيست حلو قوي. وبجيب كمان حوالي معلقتين كبار من دبس الرمان، عصير ليمونتين، بحط كمان سماء واعشاب برية اللي هي روزميري وريحان وزعتر، وبحط معلقة من الشطة الصغنطوطة كده علشان تدي طعم سبايسي حلو، وبحط كمان فص توم حلو كده علشان برضو يدي طعم. بس الناس اللي هي بتبقى معدتها تعبانه شويه ممكن تستغنى عن التوم خالص، بس هو بصراحه بيدي طعم حلو قوي. دلوقتي بقلبهم كويس لغايه ما يبقوا المعجون بالشكل ده. ببدا بقى انزله على السلطه اللي انا عملتها من شويه، واقلبهم كلهم مع بعض تقليبه حلوه كده. السلطه لازم بتتعمل قبلها بمده علشان خاطر تاخد الطعم، وعلشان خاطر التست بقى اللي هو الدريسنج وكله يغرقها كده وتشرب الطعم كويس. تمام. بقلبها كويس كده لغايه كده خلاص هي جاهزه معايا. بحطها في التلاجة وبسيبها بقى لغايه وقت التقديم. بجيب بقى السيرفيس اللي هقدم فيه وبنزله فيه، وكده خلاص جاهزه، شكلها تحفه وريحتها اجمد كمان. دلوقتي بقى هعمل تاني حاجه، اللي هو السيزر، سلطة السيزر. بجيب كوبايتين من الخس الكابوتشا، وبحط عليها كوباية من الخيار المخلل مقطعه شرايح، كوبايتين من الجزر المبشور، بحط كمان كوباية من الذرة الحلو. ده هي عبارة عن تقريبا علبة من اللي هي الحاجات المعلبة، وصدر فرخة يكون مسلوق ومتقطع جوليان كده زي ما احنا شايفين، وكده خلاص. دي المكونات اللي هي الأساسية. هقلبهم كويس جدا جدا بحيث كل حاجة تتجانس مع بعضها. وابدأ دلوقتي في عمل الصوص بتاعها او الدريسنج. بجيب كوبايتين من اللبن الرايب، بحط عليهم كوباية من الشبت، ضروري لازم الشبت علشان هو ده اللي هيديها الطعم. عصرة ليمونة، طبعا الليمونة دي كبيرة اللي هي الليمون الكبير، بحط عليها ممكن نفس الكمية مثلا ليمونتين من اللي هما صغيرين. بحط كمان معلقتين كبار من الماسترد صوص، بحط بقى ملح كتير، اظبطها ملح كده. وراي برضو ان في الخيار المخلل فيه ملح علشان ما تطلعش حادقة قوي. وبحط كمان فلفل اسود فريش، ولو ما عندكش فريش بتحطي من العادي، لو ما عندكش من العادي برضو فلفل ابيض فظيع، بيدي ريحة وطعم حلو وما بيبانش كمان في الصوص وطعمه قوي. بقلبهم كويس جدا لغايه ما يبقى شكلهم كريمي كده. ودلوقتي بنزلهم بقى على على السلطه اللي احنا عملناها حالا، واقلبهم كويس واسيبهم ليله كامله في التلاجة. يعني لو هنغدى بيها من بالليل وهي تبقى موجوده في التلاجة عشان الصوص يبقى جوسي كده ويبقى شكلها زي بتاعه المطاعم بالظبط. كده خلاص جاهزه. وادخل بعد كده على الوصفه الثالثه، وهي سلطه الفاصوليا البيضاء. من السلطات المهمة الجميلة جدا. بجيب كوبايتين كبار من الفاصوليا البيضاء يكونوا مسلوقين ومشطوفين كويس، بحط عليهم كوبايتين برضو من الطماطم اللي هي متقطعة مكعبات، كوبايتين من البصل برضو جوليين متقطع جوليين، وربطة من البصل الأخضر أو كوباية تقريبا كوباية، وكوباية كمان من البقدونس. تمام. دي المكونات الاساسيه. لو عندك فلفل من الاصفر يليق قوي معاها ويبقى جميل جدا، بس الطعم ده بيبقى خطير وروعه جدا. بقلبهم كويس جدا، وبعدين ببدا بقى اتبلها.
بجيب التتبيلة الأساسية فيها اللي هي الشطة والسوميه. الشطة والسوميه هما دول اللي بيدوها الطعم. بحط معلقة كبيرة من السماق، معلقة كبيرة من الشطة اللي هي بتبقى مجروشة، بحط ملح بقى، اظبطها ملح تظبيطه تمام كده، علشان برضو الملح بيديها برضو دريسنج حلو. عصره ليمونتين، ليمونتين كمان. بحط كمان دبس رمان اساسي، زيت زيتون اساسي. دبس رمان بيكون مثلا حوالي معلقه كبيره بس على الكميه دي اللي هي اللي انا عاملاها النهارده. لو عايزه تزودي الكميه بتزودي بقى في الايه، في التتبيله، تمام. زيت الزيتون بيدي طعم رهيب 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 للسلطات. اتوصى بقى في الوصفه دي بزيت الزيتون، وافضل اقلب اقلب اقلب، وخلاص هي جاهزه معايا. بحطها في التلاجة لغايه ما كل حاجه تندمج مع بعضها وتاخد الطعم، وبسيبها بقى لغايه وقت التقديم. دلوقتي بقى بجيب السيرفيس اللي انا هقدم فيه، وكده خلاص هي جاهزه معايا. وصفه برضو تحفه وجميله، وللناس برضو اللي بتعمل دايت، دي من الحاجات برضو اللي ما فيهاش سعرات عاليه، لان ما فيهاش صوص بقى، صوص مايونيز ولا كده. دلوقتي مع اخر وصفه، وهي وصفه سلطه البطاطس. بجيب كوبايتين من البطاطس المكعبات ويكونوا مسلوقين، احط عليهم كوبايتين من الجزر المبشور، بشر يكون يعني يكون تكون كبيره مش صغيره. بحط كمان خيارتين شرايح، كوبايه من الزيتون اللي هو بيكون شرايح برضو ومنزوع النوى، وكوبايه من البقدونس. وبحط كمان، نسيت اقول لكم على النعناع برضو اختياري. بجيب ربطه نعناع بقطفها وبحطها كمان، بتديها برضو طعم حلو قوي قوي قوي. بقلبهم كويس جدا كده لغايه ما يتجانسوا مع بعض. ودلوقتي هعمل الصوص، وهو عبارة عن كوبايتين من اللبن الرايب، بحط عليهم حوالي نص كوباية من المايونيز. ولو عايزين تزودوا، انا بحب ازود شوية كده، هما تقريبا 3/4 كوباية، ومعلقتين كبار من الماسترد صوص، نص راس توم. وبحط بقى اعشاب برضو، ريحان وزعتر وروز ميري، وبحط ملح. وخلاص كده اقلب اقلب اقلب، وكده خلاص التتبيلة جاهزة، صوص جاهز. هنزله بقى على البطاطس وعلى الخضار علشان ياخد الطعم، وبرده يستنى ليله كامله قبل ما تقدميه، عشان برده يشرب الطعم ويبقى طعمها لذيذ. تمام، انزلها كده وابدا بقى اقلب فيها علشان كلها تتجانس، وكل الخضار يعني يشرب من التتبيلة الحلوة الجوسي دي. وكده خلاص جاهز معايا للتقديم، زي ما احنا شايفين. بحطه في التلاجة واسيبه، وبعدين بجيب السيرفيس بقى بنزل فيه البطاطس. وكده خلاص خلصت الفيديو بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الوصفات عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.